السلام عليكم، تحياتي للجميع. ان شاء الله اليوم نختار لكم طريقه تحضير كانيلوني على طريقه البولونيز. غادي نعملوه بالكفته ان شاء الله بصلصه الطماطم. غنحتاجوا المعجنات او لي بات كانيلوني، تيجيو بهذا الشكل، تيكونوا خاوين من الوسط ومسوقت من لي بات الايطاليين. باش نغيروا شويه المنظر ديال الاطباق ديالنا، غادي نحتاجوا الصوص بولونيز. كل سيدة تبارك الله كتعرف تحضر الطريقة ديالها، هي كتمشي بصوص طوماط والكفتة ونحكم معها شوية خيزو، ثومة، بصلة، أعشاب منسمة. إن شاء الله غادي نوضع لكم أسفل الرابط طريقتي في تحضير صلصة الطماطم اللي عملت في هذه الوصفة، تجي رائعة ومنسمة وصالحة لعدة استعمالات. غادي نحتاجو لاكريم فريش أو القشدة الطرية، جبن البارميزون، جبن الساندويتش، طبق تيدخل الفرن. غادي نعملو القليل من القشدة الطرية في القلب ديال الطبق. يمكن السيدة تستبدلو بالبيشاميل اذا كانت كتبغيها. بالنسبة لي هذه كخيار شخصي، بالنسبة لي كتجيني شوية البيشاميل ثقيلة، لان كيف ما تنعرفو تتكون ثقيلة بالدقيق ولي بات اصلا تقال، ما تنفضلش هذه الطريقه. تنعمل قليل من القشده الطريه تتلذذ بدورها. اللي بغات تعمل لا كريم فريش يمكن لها تعملها. وكذلك ان شاء الله اسفل لا فيديو غادي نوضع لكم طريقه تحضير بيشاميل اكسبريس او بيشاميل سريعه جدا جدا. غنوضع لكم الرابط ديالها اسفل لا فيديو في البطاقات. تنقوموا بحشي قطع الكانيلوني بهذه الطريقه. كملاحظه كاين بعض الانواع من معجنات الكانيلوني تيحتاجوا السلق قبل ما نمروا لهذه المرحله. ضروري السيده تراقب الغلاف ديال العلبه وهما كيكونوا ذاكرين فيه واش كتحتاج للسلق او لا. بالنسبه للمارك اللي خديت انا ما كتحتاجش السلق، يعني يمكن لينا نقوموا بالحشي ديالها بشكل مباشر. كنحشيو بهذه الطريقه حتى كنبقاو حتى كنكملوا كامل الكميات اللي عندنا. وكذلك ضروري نرافقوا هذا الطبق ديال المعجنات بسلطه تكون كبيره شويه، كيف ما تنعرفوا كلهم في كيلو وتيسمنوا. من الاحسن نعملوا كميه قليله وما نستعملوهاش في العشاء، يعني من الاحسن تكون في الغداء ويكون مرافقها بطبق من الخضروات او سلطه. كنكملوا جميع الكانيلوني اللي عندنا. الحشوه اللي بقات تنصبوها الفوق، ويمكن السيده تعمل طبقات، يعني تعمل هاد الطبقه وتسيباري ما بيناتهم بقطع من الفرماج وتعمل طبقه اخرى. بالنسبه لي انا كاين غير انا والزوج ديالي، انا غادي نكتفي غير بهاد الكميه. غادي نوضعوا القليل من لا كريم فريش او البيشاميل الى اختارتها السيده. نعملوا قطع من جبن الساندويتش، عدد شرائح جبن الساندويتش على حسب المول ومهز. تن بارميزيو من الفوق بالقليل من جبنة الكغوييغ. نستعمل جبنة الكغوييغ، يمكن سيدة تعمل ايمونتال او اي جبنة مبشورة عندها في المنزل. ومن الفوق كطبقة اخيرة تنعمل بارميزون، تتعجبني النسمة ديالو وتيعطي واحد الملوحة وكيكون واحد لاكروت تتجي بنينة بزاف. الاجوان تتبقى على حسب الرغبه. تندخلوها الفرن تتحمر تتخرج بهذا الشكل. بالنسبه للسيده اللي بغاتها تكون فوندون شويه يمكن لها تضيف القليل من الماء وتمشي حتى ل 30 دقيقه او 40 دقيقه في مده الطهي. بالنسبه لي انا كنبغيها تبقى شويه قابطه راسها، دونك ما احتاجيتش نضيف ليها الماء، يعني غطيب في الماء الطبيعي اللي تلقات الكفته
وشكرا للمتابعة.